السؤال الأول، كم هو عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان؟ السؤال الثاني، ما هو عدد عظام الجمجمة؟ السؤال الثالث، كم عدد العضلات التي تتحكم في اتزان العين؟ السؤال الرابع، كم عدد السعرات الحرارية في كأس الماء؟ السؤال الخامس، ما هي سرعة العطس عند الإنسان؟ كم إجابة صحيحة كانت لديك؟ اكتب العدد في التعليقات.